الموضوع ده بالذات فيه شقين نعم بنتكلم فيهم، ممكن نقول انه لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، لانه يعني صراحه الادارات الكره السودانيه كونك يعني انت بتسجل لاعب في التسجيلات اللي بعده على طول تشطبه، فمن ناحيه اداريه طبعا ده تخبط اداري اهتدناه للاسف الشديد دائما في انديه القمه ومتكرر، وده ما حيكون اول بادرة ولا حتكون النهاية ما لم يكون فيه يعني تطور تخطيط إدارية والناس تستفيد من التجارب الساوة. أما لو جينا تكلمنا عن الحارس أكرم الحادي في نفسه، هو حارس وإمكانيات فنية كبيرة جدا للأسف الشديد، ما احترم هجوميته لأنه أكرم مجرب يعني قدم لنا مباريات كبيرة على مستوى أندية كبيرة يعني ولعب للهلال وللمريخ ولكلها ممكن أغلب أندية الدوري الممتاز، والحارس الوحيد في السودان يمكن يملك إمكانيات فنية، فنيا ما في زي أكرم الهادي صراحة. بس هو كرة القدم هو قائد المنتخب، تكون أنت نعم تملك المسؤولية تملك الجدية تملك كرة القدم بتبني على أشياء كثيرة، الموهبة لحالها ما بتكفي. أكرم الهادي من أبرز مباريات اللعبة كان أمام بايرن ميونخ، يعني قدم مباراة كبيرة جدا أمام بحجم باير ملاحظ تدرج انه عقب نهايه المباراه استلم سياره على ما اعتقد من واحد من احد المشجعين واحد المعجبين باداءه اللي دي انا المعلومه دي ما عندي، لكن عارف انه قدم مباراه كبيره في مباراه باير وحاز بسياره يعني. وغير كذا انه اكرم فنيا ما في خلاف عليه، لكن ما يحترم نجوميته، ما لم تكون انت جادي في عملك، ما لم تكون انت تحترم الادارات وتكون على مستوى كده بتضيع موهبتك. يعني اكرم ما كبير يعني الكبرى، لانه ما انه مفترض انك انت كخبره تكون يعني استفدت من تجاربك السابقه يعني. اما لكن قصه انه احنا نادي انديه القمه تشطب تسجل في الموسم ده يشطب الموسم اللي بعده، هذا للاسف الشديد متوقع ووارد بنسبه كبيره جدا، لانه دي عقليتنا الموجوده، لانه حتى التسجيلات ما بتتم برؤيه فنيه اصلا من البدايه. طيب الان